خويا انا ما كانش حاجه ديال الواقع اللي تبعيني انايا. انا كنت عندي قشر عام انا في السويقه. الزواج ولا سلعه الدولي انا براسي عورت بهم حق الله العلي العظيم. عورت كنت تعطيهم المراه تمشي تعطيوها بها. قال لك لا هي باس لا كدا حنا والله تنحدوها. هزوهم فارقهم اللي داو قدامنا. وما فهمتش قال لك هو باس باس على رزقها هي. على حقها. على حقها. هي الحق هذا الحق هزوها هذاك رزقها دخلوها ليه ولا عاد خرجوها وما يزرو الطابله يزرو الطابله ديالو داوها مشات ليه راه لقوا كانوا قالوا واقع ليه فارقوا ديالهم تما كنت هي ما تعورت هي انا مزوق طينها سلعتي يعطوني هذه يعطوني هذه ما بغاوش هما صافي العود الاخر ما يديوها هزوها داوها تما انا نقول اخلشت انا من هزوها داوها صافي انا عورت بهم انا عورت بالشيف ديال مخازي قلت لها مزوق فيك لما تعطيها رزق خلتش بحالها هي اللي سمح لي هذه انا الله ما نتفكى انا وياها انا نهضر معاك انا شي حاجه انا ما شوف انا اللي ست الوليدات نقول كلمه الحق انا المراه شت اللي وقع عليها كتحط هنا على بلاصه هنا دخل ولا دخل جات المراه الاخرى اللي من لي قالت لها لا ما تحطيش حدايا ولات المراه زدت الطابله جات لهنا لا تحيد ما حدش هزوها داو على الطابله ديالها بكل شيء بحلوه ديالها بكل شيء اللي تحولت السويقه ولا السويقه هزوا منها القنت داهم القنت خور داهم القنت من القنت القنت تتساروا بهم انا نقول لك شي حاجه اللي كاينه ما كاينش حمقه هذه حمقه هذه هضره كاع ما يقول بنادم المراه باقا لا تبيع تشري عاديه المراه بحال بحال اي الناس المراه عاديه المراه مساجمه مع اي واحد صافي عندها طبيب لك دوكا راه عقل راه بنادم طبيب لك دوكا ايش عاد في هذه المراه تصور فيها بعدا كاع هذه الكلمات نقولها تحمل المسؤوليه ديالها